بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع عشر. هذا الشارع طويل. هذا اسم إشارة مبتداء. الشارع نعت لهذا. طويل خبر. هذا الولد محبوب. هذا اسم إشارة مبتداء. الولد نعت لهذا. محبوب خبر. هذا المقص جميل. هذا اسم إشارة مبتداء. المقص نعت لهذا. جميل خبر. أقفل الباب جيدا. أقفل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الباب مفعول به. جيدا نائب مفعول مطلق. التقدير أقفل الباب إقفالا جيدا. خذ هذا المقص الجميل. خذ فعل وفاعل. هذا اسم إشارة مفعول به. المقص نعت لهذا. الجميل نعت للمقص. مررت بالشارع الجديد. مررت فعل ناد والتاء فاعل. بالشارع جار ومجرور متعلق بالفعل مررت. الجديد نعت للشارع. مررت بالشارع الكبير مع صاحب سليم. مررت فعل وفاعل. بالشارع جار ومجرور متعلق بالفعل مررت. الكبير نعت مع ظرف مكان وهو مضاف صاحب مضاف إليه. وشبه الجملة متعلق بالفعل مررت. صاحب مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. سليم بدل من صاحبي. نم باكرا وقم باكرا. نم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. باكرا ظرف زمان متعلق بالفعل نم. وحرف عطف قم فعل وفاعل. باكرا ظرف زمان متعلق بالفعل قم. والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. جئت اليوم إلى المدرسة باكرا جدا. جئت فعل والتاء فاعل. اليوم ظرف زمان متعلق بالفعل جئت. إلى المدرسة جار ومجرور متعلق بالفعل جئت. باكرا ظرف زمان بالفعل جئت. جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير جد جدا أو جد جدا أو أجد جدا. سقط الولد في الشارع الكبير فبكى كثيرا. سقط فعل ماض. الولد فاعل. في الشارع جار ومجرور متعلق بالفعل سقط. الكبير نعت. فحرف عطف بكى فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. كثيرا نائب مفعول مطلق. التقدير بكاء كثيرا. التلميذ المجتهد محبوب والتلميذ الكسلان ممقوت. التلميذ مبتداء. المجتهد نعت. محبوب خبر. وحرف عطف التلميذ مبتداء. الكسلان نعت. ممقوت خبر. والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. الباب الكبير مفتوح والباب الصغير مقفل. الباب مبتداء. الكبير نعت. مفتوح خبر. وحرف عطف الباب مبتداء. الصغير نعت. مقفل خبر. والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. جئت اليوم إلى المدرسة متأخرا. جئت فعل ماض والتاء فاعل. اليوم ظرف زمان متعلق بالفعل جئت. إلى المدرسة جار ومجرور متعلق بالفعل جئت. متأخرا ظرف زمان متعلق بالفعل جئت. هل قرأت درسك يا سعيد؟ نعم قرأته وحفظته جيدا. هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب؟ قرأت فعل ماض والتاء فاعل. درس مفعول به وهو مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. يا حرف نداء سعيد منادى. نعم حرف جواب لا محل له من الإعراب. قرأت فعل ماض والتاء فاعل. والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وحرف عطف حفظت فعل ماض والتاء فاعل. والهاء ضمير متصل مفعول به. جيدا نائب مفعول مطلق. التقدير حفظته حفظا جيدا. ولدي مؤدب. ولدي مبتداء وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. مؤدب خبر. لما جئت متأخرا. لما جار ومجرور متعلق بالفعل جئت. جئت فعل ماض والتاء ضمير متصل مبني على الفتح.
في محل رفع فاعل متأخر ظرف زمان متعلق بالفعل جئت تلميذك مجتهد تلميذ مبتدا وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه مجتهد خبر هذا الكرسي رفيع وهذا وضيع هذا اسم إشارة مبتدا الكرسي نعت لهذا رفيع خبر وحرف عطف هذا مبتدا وضيع خبر والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها أنا جئت إلى المدرسة باكرا وجاء أخي محمود متأخرا أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا جئت فعل ماض خبر والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل وهو أعد على المبتدا إلى المدرسة جار ومجرور متعلق بالفعل جئت باكرا ظرف زمان متعلق بالفعل جئت وحرف عطف جاء فعل ماض أخي فاعل وهو مضاف والياء ضمير متكلم مضاف إليه محمود بدل من أخي متأخرا ظرف زمان متعلق بالفعل جاء والله أعلم بالصواب.